الحضور الأفاضل. المناسبة هي احتفالية عيد الأم، والأم كرمتها جميع الشرائع السماوية ولها مكانة مجتمعية، وأي بيت لا قيمة له إلا بوجود الأم. حضور الكريم معالي الأمين العام، تهنئة خاصة من لجنة الرواد بنقابة أطباء مصر لاحتفالية عيد الأم. وكما هو معلوم نحن نعيش أحداثا، ويجب ألا ننسى من لهم فضل علينا، سلاما على من ضحوا بأرواحهم بلا تردد ودون انتظار لمقابل. دقيقة حداد على شهداء وشهيدات الأطباء في جائحة كورونا. وفي يوم المرأة المصرية قائمة ب46 طبيبة شهيدة في أزمة كورونا، وخلف كل شهيدة حكاية وعبرة وآية. تحية لشهيدات الأطباء، 46 طبيبة أعمارهن متفاوتة بين من هي على رأس العمل ومن هي صغيرة ومن هي نائبة، وسمعنا قصصا وحكايات. 46 أم خلت منهن الأسر، جميعهن متزوجات إلا واحدة طبيبة مقيمة لأمراض النساء والتوليد. الحضور الأفاضل، يشرفنا أخي وزميلي الفاضل الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة أطباء مصر، وشهادة وليست مداهنة. هذا الرجل يتمتع بالحكمة والذكاء مع دهاء في تحقيق مصالح الأطباء، فله منا خير تحية. وكلمته الآن لحضراتكم مرحبا عن شخصه النبيل وعن نقيب أطباء مصر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير جميعا، كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا أرجو أنكم تتعاطفوا معايا شوية، لأن أنا مش مفوه زي الدكتور محمد سلامة، وصعب أن الواحد يتكلم وراء حد بهذه القدرة والتفوه يعني والخطابة، فربنا يبارك فيه. أنا طبعا بشكر الدكتور محمد سلامة على بشكره شكر. الله يكرمك، ده تواضع العلماء. الله يخليك، هكذا يتوارى القادة لإظهار الجنود. الله يخليك. العفو يا بيه، العفو. أنا بشكر الدكتور محمد سلامة طبعا على مجهوده ودعوته الكريمة لعقد هذا اللقاء، وهو كان قدم طلب فعلا في المجلس النقابة وإحنا وافقنا، وشرف لي يعني نتشرف بان احنا نوافق على إقامة هذا الحفل. وإحنا اعتدنا كل سنة لولا يعني الكورونا والظروف اللي احنا فيها، انه دايما كل محافظة كل نقابة فرعية بترشح الأم المثالية من عندها. أنا مش عايز أطول عليكم، بس عايز أقول عشان نقول كلام عملي. فعلا كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل الشهيدات على رأسنا، كل التحية والتقدير، ومهما نقول مش هنقدر نوفيهم حقهم. شهيداتنا من الطبيبات في وسط شهدائنا جميعا. اللي أنا عايز أقوله إنه دي فرصة إن إحنا في عيد الأم إن إحنا نأكد على حاجات لصالح الأم المصرية والمرأة المصرية. إحنا بنأكد على ضرورة التزام زملائنا بأداب المهنة. أداب المهنة دائما كل حضراتكم طبعا مثاليات يعني، فأنتوا فاهمين كويس قوي. أداب المهنة بتقول إن ممنوع الكشف على سيدة أو امرأة غير بوجود مرافق ليها أو حكيمة مع الطبيب. احنا بنهيب لانه في الفترة الاخيرة دي لقينا درجة عالية جدا من الاستسهال، عدم الالتزام بهذه القواعد.
احنا بندعو اولا ده احتراما للمرأة انه الطبيب ما يكشفش عليها غير في وجود مرافق ليها او حكيمة معاه او ممرضة، وبرضو حفاظا على الطبيب عشان لا قدر الله لو اي مريضة دعت عليه حاجة غير مظبوطة. فاحنا يعني حصل شوية ظواهر فردية هنا وهناك، فاحنا بنطالب كل زملائنا في كل المحافظات الالتزام بأداب المهنة وقواعد أداب المهنة، وانتوا سفيرات لهذه المسألة في محافظاتكم وليكوا دوركم، وإلا ما كانش النقابة الفرعية رشحت حضراتكم. فرجاء الالتزام المطلق بهذه القواعد. نمرة 2، ودي الأخطر والحقيقة يعني مش عايز أخش في مشاكل كتير وإحنا بنحتفل، إنما هو يعني زعلنا قوي قوي آخر إحصائية إنه ختان الإناث رغم إنه كل العالم وكل المراجع الطبية وكل القوانين في مصر محرمة ختان الإناث وبتحظر يعني إجراءها، ومفيش كتاب طبي واحد وصف الختان الإناث ما هوش إجراء طبي، ده اعتداء على جسم الفتاة الصغيرة ملوش أي أساس علمي ولا أساس فلسفي ولا أي حاجة، عادة يعني عادة كئيبة وملهاش علاقة بالإسلام إطلاقا، بدليل أن معظم الدول الإسلامية ما فيهاش ختان على رأسها السعودية مثلا. إحنا فعلا بنناشد كل زملائنا الأطباء وبنناشدكم في محافظاتكم أنه الناس تبطل هذه العادة الكئيبة، ده بداية الاعتداء على جسم المرأة هو هذا الفعل. فأرجوكوا كل واحد يفكر يعمل إيه في محافظته لوقف الحكاية دي بالتعاون مع النقابة الفرعية مع الكليات مع يعني لازم نشوف حاجة نعملها، لأنه إحنا لما بنواجه من المنظمات ومن القائمين على تفعيل القانون بهذا الموضوع بنبقى يعني بالبلدي كده في نص هدومنا. يا زملائي زميلاتي الأعزاء، ده أمر هام جدا، الالتزام بأداب المهنة ووقف ختان الإناث. أنا عارف إن دي أمور صعبة، ولكن علينا إن احنا نركب الصعب، ده قدرنا كأطباء مصر، وسمعة أطباء مصر لازم تفضل دائما زي الفل إن شاء الله. بشكر حضراتكم جميعا ومش عايز أطول أكتر من كده، وكل سنة وحضراتكم طيبين. الزملاء لكل حفل عروس، وعروس حفلكم هي أم الأطباء الأستاذة الدكتورة المرحومة زهيرة عابدين. ذاقت مرارة يتم الأم وهي طفلة في الثالثة من عمرها. نشأت في بيت واسع الثراء رفيع الثقافة، كان يجاور بيت زعيم الأمة سعد باشا زغلول صديق والدها حافظ عابدين عضو مجلس الشيوخ آنذاك. حظيت برعاية كل من صفية زغلول وهدى شعراوي، وكأن الظروف الاجتماعية والثقافية هيأتها لتصبح شخصية استثنائية عابرة لحدود المكان والزمان. هي اليتيمة التي أصبحت أم الأطباء وأم الأطفال المصريين الأستاذة الدكتورة زهيرة عابدين. دكتورة زهيرة عابدين كانت علمية، يعني كانت بتبص على المشاكل المجتمع، وحست ان طب الاطفال من الحاجات اللي هي ممكن تدي يبقى فيه عطاء اكتر للاطفال للاباء وللمجتمع، تنشئة المجتمع يعني جيل جديد. وفعلا قدرت انها تخفض نسبة مرض روماتيزم القلب بنسبة 80% او اكتر. كانت دكتورة زهيرة عابدين نموذجاً للمعنى الحقيقي للحكيمة التي تؤمن بأن الطب رسالة ورحمة وليس مجرد مهنة، لذا أسست تخصص جديد من نوعه بكلية الطب وهو ما يعرف بطب المجتمع، الذي يحتم على الطبيب النزول والمشاركة للتعرف على المشاكل الصحية على الطبيعة. فقد اكتشفت بأبحاثها العلمية الميكروب المسبب لمرض روماتيزم القلب لدى الأطفال، واكتشفت أن السبب في هذا الميكروب هو ثقافة الأم وبيئة الطفل
من تكدس المنازل والمدارس. قصة مركز روماتيزم القلب هما كانوا بيقولها في المستشفى أبو ريش، لقيت لا الأطفال دول ما ينفعش، بيغيبوا عن المدرسة كتير، بيطلعوا مش عارفين يشتغلوا أي حاجة، بيموتوا في سن صغير. وقتها طلع قرار جمهوري إن هما يدولها أرض بمبنى كده موجود جنب مينا هاوس في المكان ده، وهي طورت هذا المكان. أنا كان عندي عمري وقتها 8 أو 10 سنين وقتها، أنا كنت بروح معاها، كان بتقضي الويك أند اللي هو الخميس وجمعة وسبت هناك مع الأطفال دول. أنا كنت دي أجازتي، أنا كنت بروح أخد كتبي وأقعد أحكي لهم قصص، وأقعد في وسط أطفال كلهم من عمري، ونقعد السراير محطوطة جنب بعض لازقة في بعض من كتر ما كان أطفال كتير، ومخدات قد كده، قاعدين الأطفال على مخدات 3 4 مخدات مش قادرين ياخدوا نفسهم، وقاعدة أحكي لهم هذا المنظر لا يغيب عن ذهني أبدا. عملت لهم بعد كده مدرسة، يعني جنب المستشفى كان فيه مدرسة بشرط ان هم بياخدوا العلاج وهم وجنبيهم المدرسة بتاعتهم، وجنبيهم برضو مركز كده تأهيلي بيتعلموا سجاد على المنوال ويتعلموا أشغال تانية، بشرط ان الولد بيتعلم وفي نفس الوقت بيتعلم مهنة، شرط ان هو لما يخرج من المستشفى بيبقى متعلم وبيبقى فهم ازاي يحمي نفسه، ازاي يحمي اولاده من هذا المرض، ازاي يحمي المجتمع بتاعه في الايه في القريه كلها. بعد ما بنت مستشفى الهرم برضو اسست برضو معهد صحه الطفل اللي هو موجود في ميدان لبنان، والمبنى ده كان اسمه معهد صحه الطفل، لانها برضو نفس المفهوم الوقائي، ان هي كانت عايزه تنشئ مش مستشفى زي ما هما عاملين لنا مستشفى أم الأطباء، لا إيه، هو معهد صحة الطفل بيحافظ على صحة الطفل. كرمها الغرب ولقبها بالأسطورة التي قلما تستطيع امرأة أخرى محاكاتها في مسيرة حياتها الحافلة بالأعمال. يقول عنها الأستاذ الدكتور حمد السيد: كان لي الحظ أن ألتحق بالدراسات العليا بنفس الجامعة الإنجليزية التي كانت بها بعد أن غادرتها، لكنها تركت في هذا الموقع العلمي الهام أكبر الأثر بأبحاثها ومؤلفاتها في مجال أمراض القلب وأمراض روماتيزم القلب للأطفال، والتي لا تزال تدرس حتى الآن منذ الخمسينات. ما بين عام مولدها في 1917 وعام الرحيل في 2002 مسيرة طويلة للدكتورة زهيرة عبدين بعنوان الأولى دائما، فهي الأولى في شهادة البكالوريا عام 1936 على القطر المصري. كانت أول طبيبة تخترق هيئات التدريس بالجامعات المصرية، هي أول طبيبة مصرية تحصل على عضوية كلية الأطباء الملكية بلندن 1948. كانت الأولى والوحيدة التي حصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة أدنبرا بالمملكة المتحدة، وهي العربية الوحيدة التي حصلت على جائزة إليزابيث نورجال العالمية 1992، وكانت أول أستاذة تحصل على درجة أستاذ كرسي طب المجتمع بالجامعة المصرية. تركت الدكتورة زهيرة مدرسة علمية مرموقة تعلم على يديها الكثيرون، وتركت ما يربو على 120 بحثا علميا في المجلات العلمية العالمية. أسست كلية طب متطورة للبنات بدولة الإمارات العربية عام 1986، وعكفت على إدارتها 7 سنوات، نالت عليها تقديرا عالميا من الهيئات العلمية بإنجلترا وأمريكا والصحة العالمية. رمتها نقابة الأطباء عام 1990 ومنحتها لقب أم الأطباء المصريين، ومنحتها كلية طب قصر العيني الوسام الذهبي في عيد الكلية 150، منحتها الدولة جائزتها التقديرية عام 1996 في العلوم التطبيقية.
من 700 جنيه رأس مال جمعيتها الخيرية، أنشأت مشروعات بملايين الجنيهات لتخفيف ألام الناس وأوجاعهم. ولإخلاصها الشديد في هذا العمل، التف حولها الكثيرون، منهم أساتذتها أمثال دكتور خليل عبد الخالق ودكتور محمد إبراهيم، وأيضا تلاميذها دكتور حسين كامل بهاء الدين ودكتور إكرام عبد السلام. دكتورة زهيرة عبدين كانت بتهتم، هو أول على فكرة ما عملت في المدارس كانت مدارس للإناث فقط، اهتمت جدا بتعليم الإناث لأن هما دول الأساس، عايزة تقضي على الفقر والمرض والجهل وكل الكلام ده بتعليم الإناث. دكتورة زهيرة عبدين كل توجهها بعد كده بس مش تعليم البنت الفتاة في مراحل الابتدائي وإعدادي وثانوي، لا هي عاملة دلوقتي دار مغتربات. دار المغتربات ده كله إناث. هي الدكتورة زهيرة أوهبت وزارة الصحة المستشفى 5 أدوار المستشفى والباقي الأدوار دول للمغتربات. عندنا برضو مبنى تاني، موقع آخر للجمعية في دار سعادات ميدان لبنان، ده برضو عبارة عن 11 دور برضو وعملها للمسنات وللمغتربات. عندها مشروع آخر للأرامل، عندنا فوق 10,000 يتيم ل3,000 أرملة من محافظات من أسوان إلى الإسكندرية. لم يكن أي مسؤول في أي موقع يتردد في الاستجابة لطلباتها، ثقة فيها وفي حسن تخطيطها وإنجازها. ساعدتها شخصيات عامة كثيرة، منهم طلعت باشا حرب وعثمان أحمد عثمان، أما الدعم الأكبر فقد كان من كوكب الشرق أم كلثوم. الجمعية أساسها مش دكتورة زهيرة عبدين بس، هي الدكتورة زهيرة عبدين ونخبة من السيدات الأفاضل في المجتمع، ولدرجة أن أم كلثوم الله يرحمها كان بتعمل حفلات للدكتورة زهيرة تبرعا منها، حفلة أنت عمري، حفلة للصبر حدود، حفلة يعني في كذا حفلة، على الأقل 3 حفلات. كان صديقة لها الله يرحمها، كانت وقت ما الدكتورة زهيرة انت عارفة وقعت من 9 دور ورا الأسانسير، بتفتح الأسانسير كده وقعت وفضلت بقى في مستشفى العجوزة 6 شهور، كانت الحوض اتكسر ورجليها اتكسرت بس عاشت. أم كلثوم بقى بتيجي تزورها في المستشفى، كان زيارة أم كلثوم دي حاجة كبيرة قوي، وكان تقعد تغني لها بقى معاها. سياسيا بقى كان كفاية ان جمال عبد الناصر ادالة، كفاية ان سيدة مصر الاولى جيهان السادات عندنا صور ليها وهي جاية تزور مركز روماتيزم القلب، كانت سيدة محترمة جدا، وسوزان مبارك، وكانت وادت لها هي اللي منحتها لقب ام الاطباء وسلمتها الجايزة. تزوجت الدكتورة زهيرة عبدين من زميل الدراسة بكلية الطب الدكتور محمد عبد المنعم أبو الفضل. كانت قصة حب طويلة، وصمم والدي وكانت والدته تقعد تدعي له عشان يتجوزها، وكان هو يقعد يحكي لنا بقى الحكايات دي، فيعني كان زواج مبني على الحب. أنجبت الأستاذة الدكتورة زهيرة عبدين 4 من الأبناء، تبوأوا جميعاً أعلى المراكز العلمية. أختي الكبيرة دكتورة منى أبو الفضل كانت أستاذة في سياسة واقتصاد، وبعد كده بقت أستاذة في المعهد الإسلامي في أمريكا، وتوفت هناك واتدفنت هناك.
في 2008. برضو يليها الدكتورة هدى أبو الفضل، هي أستاذ برضو في الميكروبيولوجي في جامعة القاهرة، كلية طب جامعة القاهرة، وهي ما زالت يعني الحمد لله موجودة. والدكتور عمر أبو الفضل هو اللي هو قبلية، هو بقى كان كنا زملاء بقى بنلعب مع بعض طول الوقت، وهو كان برضو أستاذ في الأزهر في كلية الهندسة. هو توفى رحمه الله في 2008. ظلت تعمل حتى آخر لحظة في حياتها. رحم الله الأستاذة الدكتورة زهيرة عابدين العالمة والخيرة بقدر ما أعطت للعلم وللإنسانية. أم جيل الوسط الذي يعيش حاليا تستحق ذلك وأكثر 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 بما قدمته من أعمال. كل إنسان يستطيع أن يحول أعماله من حبرا على ورق إلى نقشا على حجر بما يقدمه للإنسانية والبشرية فلها أعظم تحية. ولا تملك نقابة أطباء مصر إلا أن تقدم هدية متواضعة تستلمها عنها الأستاذة الدكتورة عزة أبو الفضل أستاذ طب الأطفال وابنة المرحومة زهيرة عابدين. ليه فندم النص حضرتك؟ اتفضلي عشان تاخدي ال اتفضلي معاكي رسالة. الطبيبات المكرمات لابد أن نقف معهن ويأتينا إلى المنصة واحدة واحدة.
ألف شكر لحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين ونورتونا وشرفتونا، شكرين جدا على حضوركم.